بحب لقائكم وبحب اشرح لكم، مش عشان اشرح واقول لكم ان انا بعرف اشرح، لا ده عشان افهمكم واحفظكم. بناخد درس جديد النهارده مع ان المفردات بتاعته اخدناها، لو سمعت الفيديوهات اللي فاتت فيها تقريبا نفس الكلام. النهارده بنتكلم على parts of plant، parts of a plant، بارتس، بارتس اوف ابلانت، اجزاء النبات. نبص كده الرسمه دي كلها. اول حاجه ايه؟ ركز معايا. اول حاجه عندي هنا الاستراكشر اوف ابلانت. استراكشر اوف ابلانت يعني تركيب النبات، بتركب من خمس حاجات. نمبر 1 روت، روتس، الروتس اللي هي الروتس دي مالها؟ وخلي بالك هنا ابسورب ووتر اند مينرالز. على فكره كل واحد فيهم معاه الفانكشن، واحنا هنشرح كل عنصر من دول دلوقتي. هي الحصه كلها، هي المحاضره كلها العناصر دي. اول حاجه اسمها ايه؟ روتس. روتس بتعمل ايه؟ ابسورب ووتر اند مينرالز، بتمتص. بتمتص ايه يا مستر؟ قال لك ابسورب ووتر اند مينرالز، اتفهمت؟ اتحفظت. ده الروتس. تاني حاجة ايه بعديها؟ ستيم. ستيم ايه هو بقى الستيم دوت؟ اهي ده على فكرة مش الحتة دي، ده المكان ده كله، شوف ده كل ده ستيم. ماله؟ سبورت ذا بلانت، بيدعم، موقف النبات. لو احنا شايفين النبات مش مكسور ولا مايل يمين، يبقى سبورت زي بلانت. هناخدهم دلوقتي. نمبر 3 ليفز. فين الليفز يا مستر؟ دي اهي، بص كده رايحة فين؟ اهي هي دي. ودي ودي كل ده ايه بقى؟ ليفز. ليفز مالها الليفز اللي هي دي ودول كده؟ ها مالها؟ بيرفورم فوتوسينسيس، بتقوم بعمليه الفوتوسينسيس. نمبر 4 فلاورز. فين الفلاورز؟ فلاورز، الفلاورز اللي هي المصفرة عندك دي كده، دي اسمها فلاورز. فلاورز هيلب ان ريبرودكشن، وهي لما بتعمل ريبرودكشن بتدين لفروت السمرة بعد كده. هيلب ان ريبرودكشن. وايه كمان؟ فروتس. فروتس مالها؟ بروتكت ذا سيد، الفروت دي جواها السيدز اللي بنزرعها بعد كده، وهي الفروت اللي بناكلها، برتقانه، تفاحه، منجايه. اخر حاجه بقى ايه اللي هي فاسكولار سيستم. ايه الفاسكولار سيستم ديت؟ اللي هو النظام الاوعيه الدمويه. ما هي فيها اوعيه، ما هو الدم اوعيه دمويه، مش معناه لازم الدم. ما هو النبات فيه فاسكولار سيستم زي الانسان. ايه هو بقى؟ تعالوا بينا ندرس كل واحده من دول واحده واحده، وكلمه كلمه وبالتفصيل. اول حاجه عندي اللي هو الايه؟ الروتس. اسمه ايه؟ روتس. وبيعمل ايه؟ ابسورب ووتر اند مينرال. تعالوا بينا نشوفها. روتس نمبر 1 ان سبايت اوف ديفرنت ان شيب اوف بلانتس. لو احنا ملاحظين ده بلانتس، نباتات اهي، شكلها ايه؟ ديفرنت شيب، ديفرنت شيب، ديفرنت شيب. يعني ايه ديفرنت شيب او ديفرنسز ان شيب؟ مختلفه الشكل، حمراء وخضراء وطويله وقصيره وكبيره ونايمه. مالهم؟ ما ايه اللي يحصل؟ قال لك زي ار سيميلر ان روتس. لما نشوف الروتس بتاعتها سيميلر، سيميلر متشابهين، بيبقى تحت الارض، بيبقى عامل زي الحاجه محفوره جوه الارض، فيها هنا هير او شعر. هناخدهم. بقول لي ان سبايت اوف ديفرنت ان شيب زي ار سيميلر ان روت، يبقى ديفرنت بلانت شيب ولكنه سيميلر، سيميلر، سيميلر ان روت. شوف بقول الكلمه مره واتنين وتلاته، معلش مع احترامي للكل، مفيش مستر وحش ولا مسز وحشه، كلهم ممتازين ورائعين، بس انا بحاول اردد الكلمه مره واتنين وتلاته، انا بحفظك. ها زي ار سيميلر ان روت، هما ديفرنت ان شيب ولكن سيميلر ان روت. ده الايه الروت؟ نكمل. قال لك فانكشنز. هو الروت ده له وظيفة؟ فانكشنز، فانكشن، فانكشن. يا مستر فيكس بلانت ان سويل. فيكس، فيكس، فيكس يعني يثبت. شايفين النبات؟ لو ما فيش روت النبات ده يتكسر، يقع، الهواء يطيره. ماله؟ ها فيكس بلانت ان سويل، كلمة سهلة. فيكس بلانت ان سويل يا مستر، وات از ذا فانكشن؟ فيكس بلانت ان سويل بس. قال لك لا انتظر، قال لك ابسورب ووتر اند نيترينت فروم سويل تو ميك فود. دي اللي هنا السويل تحت، دي السويل هي البني دي كده، السويل تحت الارض. مالها؟ مالها؟ ها ابسورب، ابسورب، عارفين ابسورب؟ قلنا يا ابسورب يعني يمتص. ابسورب ووتر دي احنا عارفينها، ونيترينت خدناها وخدناها في الكلمات، وكلمه سويل يعني هي
احنا بنشرح انجلش يا مستر. بص absorb water and nitrate from soil to make food. انا ما بقولكش احفظ، بقولك افهم وعبر عليها باسلوبك. يبقى او number one fix plant in soil، number two absorb water and nitrate from soil to make ايه، to make ايه food. بس كده قالك لا لسه في ثالثة، they are abundance bandage on root which look like hair called root hair. ده في كمان على الروت حاجة اسمها، شوفوا root hairs، شعيرات مالها increase to increase، increase كلمة to increase بيزود amount of absorbed water and nitrate. خلي بالنا احنا قلنا الروت بيعمل ايه، absorb water and nitrate. في كمان root hairs ديت اللي هي الشعيرات دي بتعمل ايه، increase amount of absorbed، بتزود كمية الووتر والنيترينت اللي هي المغذيات اللي بتمتص. اهي ادي هنا في ووتر نيترينت، هنا بقى في ايه بقى الروت هير ده بقى بيعمل ايه، الروت هير بيعمل ايه، ها increase amount of absorbed water and nitrate. ايه سهلة ولا صعبة؟ هو حد يقول لي دي صعبة، خد ادي الروت اهو. هل في حاجة تانية في الروت؟ transfer of nitrate from soil to root occur by، قال لك انتقال النيترينت from soil to root occur by اسمها ايه؟ اسموس بروبارتي، اسموس بروبارتي الخاصية الاسموزية. ادي عندي هنا كده انتقال ترانسفير اوف نيترينت فروم سويل تو روت، الووتر ادي في السويل والنيتريت في السويل ينتقل للروت عن طريق حاجة اسمها ايه؟ اوزموس بروبارتي. اسمها ايه؟ اوزموس بروبارتي، الخاصية الايه؟ الاسموزية، وهنبقى نتعرض ليها فيما بعد. كده خلصنا الايه يا جماعة؟ خلص الروت. تاني عنصر بعد الروت فاكرينه كان ايه؟ ها؟ ستيم، ستيم اللي هو الايه؟ الساق او ترانك، فاكرينها خدناها في اول محاضرة، ترانك ستيم، الترانك ستيم شكلهم اهو، ما هو ده كده، ده ايه ده؟ ها؟ ده ستيم، امال ده ايه ده؟ ده ترانك، ده ايه ده؟ ترانك. فانكشن وظيفته ايه؟ قلنا سبورتيف بارت اوف بلانت، سبورتيف بارت اوف بلانت اللي هو ايه؟ سبورتيف بارت اوف بلانت، حد عارفها؟ الجزء الداعم للنبات عشان ما يتكسرش ما يطيرش الهواء، سبورتيف بارت اوف بلانت. ترانسبورت نيترين تو ذا ريست اوف ذا بلانت ثرو ذا تيوب كولد فيزلز. خلي بالنا النبات محتاج ايه؟ نيترين الغذاء، محتاج الووتر، مين اللي بينقله؟ ها ستيم، ترانسبورت، ترانسبورت نيترينت بينقل تو ذا ريست اوف ذا بلانت بقيه النباتات كلها عن طريق حاجه اسمها ايه؟ فيزلز، فيزلز، فيزلز. هنيجي بقى حاجه اسمها فورمز اوف ستيمز. هل الستيم ده له اشكال؟ هل له انواع؟ تعالوا نشوفهم كده مع بعض. تعالوا بينا نشوف الفورمز اوف اي ستيم. نمبر 1 wooden stem، wooden، wooden stem اللي هو الستيم الخشبي، وفي straight vertical stem هنشوفهم دلوقتي، وفي straight vertical stem، في climbing stem، climbing stem، وفي tubers stem، tubers stem، وفي creeping stem. كم نوع دلوقتي؟ 5، wooden stem، straight vertical stem، climbing stem، tubers stem، creeping stem. تعال نتعرف على اول واحد، wooden stem. In trees and sharps، in trees and sharps ده موجود في الاشجار والشجيرات اهو، ده اسمه ايه بقى؟ wooden stem. ادي الاستيم wooden، wooden stem in trees and sharps. امال straight vertical stem، straight vertical in flowers، in flowers اهي، شفت الفلاورز دي كده الاستيم عامل ازاي هنا؟ straight vertical، straight مستقيم اهو، vertical رأسي. في climbing stem in grapes، grapes اللي هو العنب، ها climbing يعني زي المتسلق كده بيلف، ايه بقى؟ ها climbing stem، climbing stem. في tubers stem
it is a stem which extend underground, يمتد underground such as potatoes, تمتد اسفل الارض زي اهي. ده كده الايه بوتيتوز اللي هي دي اهي دي في حبه البطاطس. لكن شفت الروت ماله هنا ماله شوفوا extend under the ground هو هنا الارض under the ground such as a potatoes. امال creeping stem بص ال creeping ده it is stem which extend above the ground خلي بالك ده under the ground وده ايه بقى above the ground to form new plants اهو ممتد هو كده اوضح لك اكتر اهي ادي الروت ده كده وده الستيم ده شايفين كده الستيم هنا ايه ماله extend extend ايه above the ground اما دوت هنا under the ground. ادي الانواع الخمسة wooden stem straight vertical stem climbing stem tubers stem creeping ايه stem. وكده خلصنا الايه بقى الستيم. هناخد الحاجة التالتة اللي هي الايه بقى ها ولا الرابعة هناخد الايه نمبر سي ليفز. ليفز اللي هي ورق الايه اشقى اهي الليفز. الليفز اوراق الاشجار مالها. There are two types of leaves في نوعين عندي small and look like needle such as pine leaves. باين ليفز باين ليفز اللي هي الايه اللي هو باين ليفز باين ليفز اللي هو الصنوبر الصنوبر شوف عامل زي الايه باين ليفز سمول اند لوك لايك نيد اللي عامل زي الابره كده اهو ها باين ليفز الصنوبر. نمبر 2 فلات اند وايد فلات عريضه ومتسعه زي شادو ليفز شادو ليفز اهو شايف الورقه عامله ازاي ديت مالها فلات and wide. امال دي ايه small and look like needle pine leaf وشادو ليف ده بيتكلم عليه على ليفز. طب ايه كمان يا مستر فانكشن هي الليفز لها فانكشن ده جميله جدا. نمبر 1 ميكينج فود باي فوتوسينثيسز مش احنا اتكلمنا قبل كده على الفوتوسينثيسز اهو يعني ايه فوتوسينثيسز تيك سانلايت تيك كربون دايوكسيد تيك ووتر تلات حاجات تيك يعني بياخد سلايت كربون دايوكسيد ووتر وبيدينا ايه اكسجين اهو ده بقى مين الميكنج فود باي فوتوسينثيسيس مين اللي بيعمله ها ليفز نمبر 1. طب الصفة التانية ترانسبورت اوف فود تو اذر بلانت بار تو اوبتين انرجي تو جرو النبات ده محتاج ايه انرجي انرجي ليه انرجي عشان الجرو عشان يكبر محتاج انرجي بيجيبها منين يبقى عند الليفز دي هي ترانسبورت اوف فود بتنقل الفود تو اذر بلانت بار لاجزاء مختلفه تو اوبتين انرجي تو جرو. ايه كمان يا مستر اول ليفز ار ديزايند الليفز دي ديزايند ربنا هو اللي صممها تو بيك لايت بيك كلمه بيك لايت بيك يعني يلتقط بيك لايت تاخد الضوء از بوسيبل ساتش از شادو ليفز شادو ايه شادو ليفز ورق الشادو ليفز ده الاشجار دي مصممه تو بيك لايت از بوسيبل كلما اكبر قدر ساتش از شادو ايه ليفز. في حاجه تانية يا مستر اول ليفز have tubes running through them called xylem xylem ايه ده يا مستر اهي كل الليفز ديت في حاجه هنا اسمها زايلم اللي في نص حنوت كل ده هيوضح بعد كده زايلم ماله الزايلم بيعمل ايه زايلم help carry water from root to the stem خلي بالنا الزايلم ده بياخد الفود او help carry water carry water بيحمل from root to stem مين اللي بيعملها زايلم تعاود ديك لها صورة اوضح كده ادي هنا اهو ادي الووتر في السويل وادي الروت هير بياخده كده مين المسؤول عن كده زايلم اللي هي المنطقة دي اسمه زايلم help carry water from the root to the stem and the leaves وادي كده خلصنا الايه الليفز. بنيجي بعد كده الايه معلومة صغيرة قبل ما اكمل plant which grow in places
اوف ذا كريز ووتر، يعني حته ده دي كده معلومه على جنب كده. افرض عندك ووتر ديكريزس، ديكريزد ووتر، نقص ميه، النبات ده شكله ايه يا مستر؟ قال لك نمبر 1 بيكون سوليد، سوليد اهي شايفين، عارفين نبات الصبار اهو، بيكون سوليد جامد سوليد. ايه تاني؟ كفرد باي ويكس لاير، بيكون مغطى بالويكس لاير تو بريفنت اسكيب اوف ووتر، اهو ويكسي لاير عليه طبقة شمعية عشان يمنع ايه؟ بريفنت 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 اسكيب اوف ووتر، بريفنت اسكيب اوف ووتر. مين اللي بيمنع ده؟ الويكسي لاير بيمنع هروب الماء منه. وايه كمان يا مستر؟ براون، براون، تاج النبات كده لونه ايه؟ براون، براون، عشان ايه؟ ما يعملش ضخ للميه كتير جواه. كم صفة دول؟ ثلاثة في حال ديكريز ووتر، ديكريز ووتر سوليد كفرد باي ويكس لاير تو بريفنت اسكيب اوف ووتر براون. بعد كده بنبدأ ناخد الايه بقى؟ فلاورز، فلاورز، شوفوا الفلاورز اي زهور، فلاورز مالها الفلاورز؟ ديفينيشن مالها؟ زي ار ذا ريبرودكتيف بارت اوف ميني بلانت. هو مش كل حاجه بتولد وتجيب اولاد؟ بابا وماما بيجيبوا اولاد وبنات حلوين زيكو طعمين. اللي لو عندنا كاو البقره بتجيب لنا كاو صغيره، اللي لو عندي دوج بيجيب لنا بابي صغنن، وهكذا. اهي برضو مين هنا بقى بس في البلانت مين المسؤول عنه يجيب لنا ايه؟ نباتات جديده. ها فلاورز زي ار ذا برودكت بارت، اجزاء التكاثر، التكاثر اوف ميني بلانتس. فانكشن وظيفتها، ده التعريف. فانكشن يبقى هيلب ان ريبرودكشن اور ذا بروسيس اوف برودكشن اوف نيو بلانت باي برودكشنز اوف سيد، برودكشن اوف سيد، انبات البذور هو بيديها البرودكشن. الفانكشن عامله زي الديفينيشن انها مسؤوله عن البرودكشن، البرودكشن. طيب ممكن examples، أمثلة؟ بص يا سيدي، في عندك example sunflowers plant، نبات دوار الشمس، مش هنقول عباد الشمس، العباد ده اللي بعبد، لكن ده اسمه sunflower plant، sunflower plant. شايفين عارفين sunflower plant دوار الشمس ده ماله؟ بص كده reproduced، بينتج بيطلع by flowers and reproduce seed which are dark. شوفوا في flowers وفي seeds اللي في النص مالها؟ بتكون dark. بصوا كده dark small parts in the middle of the flower، بتكون in the middle في منتصف الflowers بيكون في dark اللي هي البذور السيدز، وده اللب اللي احنا بناكله بنسميه لب سوري، فاكن هو ده بقى الايه؟ sun flowers reproduce by flowers and reproduce ها seed، بيطلع بذور ها seeds are dark small parts، اجزاء صغيره بس موجوده فين؟ in the middle of the a flower. There are some plants which not depend on flower to reproduce such as، احنا بنقول ان الفلاورز بتساعد، بس قال لي في بعض النباتات ما بتعتمدش على الفلاور to produce such as ايه بقى؟ باين اللي هو ريبروديوس باي كونز، باينز فعند الباينز اهو، ريبروديوس باي ايه؟ كونز. نمبر 2 فيرنس اللي بيسموها السرخسيات، حاجه كده يعني الاسماء، يعني في باين وفي ايه؟ فيرنس. فيرنس اللي هي الاشكال بتاعتها دي، ريبروديوس باي جيرمز، ريبروديوس باي جيرمز، باي جيرمز بيسموها التجرثوم. يبقى باين بروديوس باي كونز اقماع زي ما انت عامله زي القمعه اهي، وفيرنس اللي هي ريبرودوس باي جيرمز. في ملحوظه اخيره نشوفها نوتس، هيربس، عارفين الهيربس ها هاف سمول فلاورز كانت بي اوبزيرفد. الهيربس اللي هي المواد الاعشاب زي النعناع والكمون والحاجات دي اسمها هيربس، هيربس المنتجات بتستخدم حاجات طبيه. الهيربس هاف سمول فلاورز كانت بي اوبزيرفد، بتكون سمول فلاورز ما بقدرش ايه كانت بي ايه اوبزيرفد. ايه تاني؟ فلاورز جرو فروم بادز اون ستيم، قال لك في بعض الفلاورز جرو فروم بادز اون ستيم، عندك الستيم اهو،
البد، البد اللي هو الانتفاخ ده، ابتدوا منها ايه بقى؟ اوف ستيم، فلاورز جرو. من عند البد اوف ستيم ممكن فلاورز جرو فروم بادز اون ايه ستيم. في على الستيم بادز، دي بادز ودي بادز، بتنمو الايه؟ فلاورز جرو. اخر حاجه تعالوا نشوفها مع بعض، اللي هي فاسكولار سيستم. فاسكولار سيستم،